انا بلشت بجينيس، وان شاء الله اوصل اني اكون اكثر عربيه حامله القاب ممكن. هلا واضح، أنا غادة عماد الحلبي من شمال لبنان عكار حلبة، عمري 19 سنة، بدرس الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة اللبنانية. أنا أول وأصغر عربية لبنانية بتدخل كتاب جينيس رياضياً. بلشت أنا مسيرتي بالجيمناستيكس بعمر ال4 سنين ورأس البالي كمان. سنة على سنة صرت طور حالي وانتسب لنشاطات مختلفة. مرقت بفترة من حوالي سنة وشوي فينا نقول ديبرشن بسبب الأوضاع اللي عم نمرق فيها، يعني كان البلد بشكل عام، الوضع الاقتصادي أو الوضع الصحي اللي كنا عم نمرق فيه بعد COVID-19. صرت استسلمت للحياة، فقدت الأمل من كل شيء. هون الماما حبت إنه خلص لازم تطلع من هيدي الحالة اللي هي فيها، لأنه قصة شوي لقدام خلص بيصير كتير أوفر الديبرشن اللي صرت فيها. اشتع علي إنه بطريقة التحدي، شو رأيك تشاركي بجينيس؟ هو أصلاً كان حلم الماما من زمان جينيس، فبالأول خطها بالمزح إنه ما مش عم تحكي أنتي جينيس، وكيف بدي أوصل لهم أصلاً، خلص بليز تركيني وحدة. بس لما فكرت فيها واطلعت إنه الحياة مستمرة، قعدت بغرفتي ولا عدت برا، حسيت إنه لازم أعمل شيء. وبالفعل بلشت زبط ورقي وقدمهم وشوف شو هني الشروط وشو هي الحركة اللي ممكن أعملها وغيره وغيراته، لحتى اخترنا هيدي الحركة. قبل جينيس بمطرح كنت حس انه اوكي فاين، الشخص بيحلم، بس قدي امل انه يقدر يحقق احلامه قد ما يتعب ممكن ما حققهم. بس بعد جينيس اكتشفت انه عن جد لما الشخص بيحط شيء قدامه وبيتعب ليوصل له رح يوصل بالنهاية. انا بقول لكل الشباب والصبايا بالعالم العربي وبكل العالم، لما بدكم شغلة ما تستسلموا، لو شو ما واجهتوا من صعوبات ومشاكل، ولو قد ما عالم وقفت بوشكم، وخاصة البنات قد ما يوقفوا بوشك ويقولوا لك انه ما فيك انت بنت، لا you can do it.